يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا في الكمال توحدا، ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا، ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا، نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا، لا يحصي فضلك ناثر أو كاتب عددا، ولا الشعراء يا غوث الندى، طه صلاة الله مني سرمدا ثم الصلاة عليك يا نجم الهدى، يا رب هب لي من لدنه شفاعة واجعل كتابك حجة لي شاهدا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. واحنا بنحتفل بالمولد النبوي الشريف كان لازم النهارده يكون معانا مجموعه من الاناشيد والابتهالات الدينيه احتفالا بمولد نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الابتهالات دي هيقدمها لنا النهارده المنشد والمبتهل عمر حشاد اللي منورنا. صباح الخير عليك يا عمر. صباح الخير على حضرتك كل الساده المشاهدين، يعني كل عام حضرتك بخير وكل الساده المشاهدين بخير يا رب. وانت طيب وبخير دايما يا رب. في البدايه عايز اعرف منك اقرب واحب الاناشيد والابتهالات الدينيه اللي انت بتحب تنشدها دايما في ذكرى الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. والله بسم الله الرحمن الرحيم، يعني انا بفضل اكتر ان انا اسمع الشيخ محمد عمران والشيخ طه الفاشني، يعني انا اتربيت على اصواتهم من وانا صغير. هما الاثنين قالوا الابتهال بتاعي ايها المختار. بالظبط الاثنين، والاثنين ابدعوا فيه بطرق مختلفه، يعني الشيخ الفاشني قالوا كتوشيح وطول فيه جدا، الشيخ برضو محمد عمران قالوا بطريقه مميزه جدا، فربنا يرحمهم يا رب يا رب. طب نسمع. وطبعا سيدنا الشيخ سيدنا نقشبند عشان يعني محبيه ما يزعلوش، يعني احنا بنحبه جدا طبعا باذن الله. طيب نسمع يا ايها المختار على طول كده. ماشي. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا، يا أيها المختار، يا أيها المختار، لمدحه ماذا أقول، لمدحه ماذا أقول، ماذا أقول لمدحه، سفاح الجاهلية أحمدا، ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة، ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك، سماك ربك في القرآن محمدا، نادت بك الرسل الكرام، الكرام، نادت بك الرسل الكرام، نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا، لا يحصي فضلك ناثر أو كاتب عددا، ولا الشعراء يا غوث
نادى. هي افضل الصلاه والسلام. ايه الجمال؟ صعب جدا على فكره. الله يسعدك. صح طبعا، يعني هو الصبح الواحد لسه عالي واطي. اه طبعا وعالي واطي. وبعدين انت بدات طه الفشني لا بدات محمد عمران ورحت داخل في طه الفشني، وبعدين رحت بقى ايه مدي اللمسه بتاعتك بقى عمر حشاد. مظبوط كده. طبعا هو ما ينفعش ان انا اعدل طبعا على مشايخنا، ولكن مش تعديل ولا هو حاجه، ده بيبان في صوته يعني. طبعا كل واحد ليه لازم ده طبيعي يعني. انت بادئ من امتى الانشاد؟ والله انا من صغري انا اكتشفت، او يعني والدي ووالدتي اكتشفوا فيا الصوت لما كنت بسمع اذاعه القران الكريم، فاكتشفوا ان انا بحاول ان اقلد الاصوات اللي انا بسمعها. فمن صغري بدات ان انا اسجل لنفسي على الشرايط واسمع تاني، اشوف انا صوتي هل هو فعلا قريب من المشايخ اللي بيقولوا ولا بعيد قوي. بعدين بدات يعني شويه شويه مع حفظ القران الكريم ومع الاحتفالات بقى الصغيره في البلد، بعد كده على مستوى المحافظه، بعد كده ربنا اكرمني على مستوى الجمهوريه وهكذا. ف يعني تطورت بشكل كبير طبعا عن ما انا كنت صغير. طبعا ولكن واضح ما شاء الله. يعني الموضوع خد وقت شويه كبير. طيب عظيم جدا. بتقول كنت بتقلد اذاعه القران الكريم. عارف انت التترات بتاعت البرامج والتترات الصغيره دي؟ طبعا. ممكن نسمع حاجه منها؟ انت جاي النهارده تخلص عليا. لا انت ما شاء الله عليك يعني. الله يكرمك يا رب. كان في ابتهال جميل جدا بمناسبه المولد، كان للشيخ سيد النقشبندي، كان بيقول في بقعات من بقاع الارض طاهره، فممكن نسمعه دلوقتي. اتفضل. في بقعة من بقاع الأرض طاهرة، بسم الله أنجبت ولدا فأنجبت خير خلق الله إنسانا. يا أيها المختار، قلت إن الشيخ محمد عمران خده في سكة والشيخ طه الفشني خده في سكة التواشيح، عايزين نعرف الفرق ما بينهم. هو التواشيح ده فن قديم شويه، هو دلوقتي ما بقاش مشهور شويه في عندنا في مصر. ان هو في شيخ بيؤدي توشيح معين ملحن ووراه بطانه، زي فكره الاغنيه ليها رتم معين وليها نغمه معينه. وبعدين الشيخ بعد ما البطانه بتخلص الكوبليه مثلا، هو بيبدا ان هو يعمل حاجه اسمها التفريد او يرتجل في الكوبليه اللي اتقال. زي الكرام كده. بالظبط. رسل الكرام البطانه بتقول يقول الكرام ويبدع بقى في مساحات الصلاه. طيب بعد كده يسلم او يرجع تاني لنفس النوته الموسيقيه او نفس النغمه اللي كانوا مسلمينه منها، وهكذا لحد ما ينتهي التوشيح. اما الارتجال فده بيكون المبتهل او المؤدي فيه حر خالص، زي مثلا الموال في الاغاني الشعبيه، المغني بيكون حر نفسه، بينتقل من اي مقام بيروح في اي حته. بقول لك حر نفسه ده ينتقل زي ما هو عايز، مش ملتزم ان هو يرجع لنفس النغمه او نفس الدرجه الموسيقيه اللي هو كان مستلم منها. لكن اقصد ان هو في امكانيه ان هو ينتقل من كل المقامات زي ما هو عايز. بالظبط. حتى اللي بيميز مبتهل او منشد عن منشد ان هو في التوشيح يقدر ان هو ينتقل لكذا مقام ويرجع تاني نفس المقام من نفس الدرجه ومن نفس النوته، وده اللي مخلي التوشيح من الفنون الصعبه جدا يعني، حتى دلوقتي بدات ان هي مش موجوده قوي. بس انت قدها وقدود. الله يكرمك. شوف انت عايز تسمعني ايه دلوقتي بقى، توشيح او ابتهال زي ما انت عايز، اللي انت مجهزه. احنا هنرتجل كده ارتجال عن المولد النبوي الشريف، فرح الزمان اليوم عاد الموعد. اتفضل. وباذن الله يعني اللي جاي بعديه بقى. يا سيدي يا رسول الله، فرح الزمان اليوم عاد الموعد، فرح الزمان اليوم عاد الموعد، عادت لنا ذكرى
وأطل نجم في السماء بنوره، وأطل نجم في السماء بنوره، في مثل هذا اليوم جاء محمد بشرى لآمنة فإن وليدها للناس محمود وفيهم أحمد. الحلم والخلق العظيم صفاته، وله الكرامة والعلا والمحسن. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عليه أفضل الصلاة والسلام. عمر، مين من المنشدين والمبتهلين أنت شايف أنه أبدع في وصف النبي عليه الصلاة والسلام؟ صلى الله عليه وسلم. هو سؤال صعب، يعني كل المنشدين ليهم مزية خاصة، ليهم كده حتة هم أبدعوا فيها. يعني مثلا سيدنا الشيخ النقشبندي كانت روحه عالية جدا، وكان حافظ من القصائد، يعني أعتقد ما يربو عن 1000 قصيدة كان حافظهم حفظ يعني خالص، قصائد لأحمد شوقي وقصائد لسيدنا الشيخ البوصيري البردة ونهج البردة لأحمد شوقي، قصائد كتيرة جدا. مثلا سيدنا الشيخ كانت خامة صوته عريضة كمان، خامة صوته عالية حادة جدا، فبيوصل لدرجات عالية قوي، فحتى اللي بيجي من بعد هو أتعب من بعد زي ما بيقولوا يعني. فمفيش حد أعتقد أنه وصل حتى لو عنده الإمكانيات الصوتية، فهي الروح نفسها بتفرق. يعني صح، أن يكون عندك إمكانيات بس دي مش حاجة حلوة، يعني مش حاجة لوحدها تكفي أن أنت توصل لقلوب الناس. فهو سبحان الله جمع ما بين الأمرين، ما بين الروح وما بين الأداء السليم المنضبط. يعني ده عظيم جدا. طيب أنت كنت بتقول مشوارك كان طويل، كان في دراسه بقى، كان في دراسه للمقامات ودراسه اللغه العربيه، وكان في تفاصيل كتيره. والله انا بحكم ان انا ازهري، انا خريج الازهر كليه اللغات والترجمه، فاللغه العربيه احنا عندنا مواد كتيره اللغه العربيه، يعني بندرس نحو وصرف وبلاغه وادب، فده يمكن اثر على اللغه عندي. وطبعا انا حفظت القران الكريم في سن مبكره، فدوت برضو اثقل النطق عندي، ومخارج الحروف، مخارج الحروف كل دوت يعني حسن منه بشكل كبير جدا. طبعا السمع قبل يعني بعد الموهبه، الموهبه بتكون موجوده اوريدي موجوده، ولكن السماع ده بيزود من الموهبه بتاعتك وبيخليك ان انت تقول بشكل منضبط. يعني الواحد وهو صغير قبل ما يدرس او قبل ما يسمع اي حد بيكون بيقول بشكل عشوائي، مش عارف هو اصلا بيقول ايه، وهو بيقول صح وبيقول غلط، هو حابب اللي بيقوله خلاص. لما بيسمع الاكبر منه، الاقدم منه، الناس المنضبطين، فبعد كده بيتطور مستواه وبيوصل لمراحل ثانيه مختلفه. قبل بقى الدراسه دي مرحله ثانيه اكاديميه، عشان تعرف انت بتقول ازاي وبتقول منين وبتنتقل ازاي. دي حاجات فنيات، تفاصيل كده. طيب هتسمعنا ايه بقى من خلاصه خبرتك في الفنيات؟ والله ممكن نقول عذر رسول الله، وباذن الله لو في وقت ممكن نقول تجلى مولود الهادي. مش عارف احنا معانا 3 دقايق. خلاص باذن الله. شوف بقى اختار ايهم يعني. بإذن الله. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصفا. عذرا رسول الله، عذرا حبيب الله، إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصفا. جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى. والله لو قبر النبي محمد تفجرت أنواره
لا البدر ولا واختفى، والله لو جد العباقر كلهم في وصف أوصاف له لن تعرفا. يا سيدي يا رسول الله، تجلى مولد الهادي كنور الشمس في الوادي، تجلى مولد الهادي كنور الشمس في الوادي. عليه افضل الصلاه والسلام. احنا كان وقتنا خلص، بس انت ذكي يعني، انت شوقتنا، قلت تختاروا دي ولا دي على حسب الوقت، فاحنا اخترنا واحده، لكن دلوقتي هنزود وقت شويه عشان نسمع الثانيه. الله يكرمك. أيها العاشق معنا حسننا، مهرنا غال لمن يطلبنا. أيها العاشق معنا حسننا، مهرنا غال لمن يطلبنا. جسد مضنى وروح في العناء، وقلوب لا تزال مغرما، وقلوب لا تزال مغرما. إن في الجنة نهرا من لبان لعلي وحسين وحسن، كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن، يدخل الجنة من غير حزن. أيها العاشق معنا حسننا، مهرنا غال لمن يطلبنا. سنت المنشد المبتهل عمر حشاد، شرفتنا ونورتنا وسعيد معاك النهارده. ربنا يخليك، متشكر جدا. كل عام حضرتك بخير. نورتنا وانت طيب وبخير دايما. الله يبارك فيك.